في حوار خاص أو خاصة به قناة نوميديا، سند كاتب الدولة المكلف برياضتها النخبة نور الدين مرسلية نية اللجنة المكلفة بتمكين أو بتنظيم ألعاب البحر المتوسط في تأجيل دورة 2021، ويرى مرسلية أن صحة الرياضيين أولى من أي بطولة. مؤخرا لجنة التنظيم وعلى رأسها سليم الياس اللي نحيه بالمبادرة، قال يعني من المفروض كي تلغي الأولمبياد نلغوا الألعاب المتوسط، لأنهم تقريبا في نفس الوقت، هذا راه يزاحمنا في نفس الوقت، يعني ما تسمحش للرياضيين باش يركزوا باش يعني يديروا منافسة في الألعاب المتوسط، وفي نفس الوقت يروحوا، لأن لازم لهم أمواع على الأقل شهرين، ولا الفترة هذه حساسة جدا، ولهذا نقول التأجيل تاعها يكون يعني أحسن للرياضيين تاعنا باش يتعافوا ويكونوا سالمين ويكونوا يحضروا روحهم في المنافسة المقبلة إن شاء الله. هنا نقول إلى ما نظمناهاش في 2020 ننظموها إن شاء الله في 2021، وحسب الظروف، حسب الظروف اللي تعيش بها الجزائر في هذه المرحلة تاع الفيروس الكورونا، ولكن احنا مستعدين إن شاء الله، احنا نكونوا على كل حال بجانب الرياضيين وبجانب العائلة الرياضية تاع النخبة، ونعطوا لهم كاع التحفيز ونعطوا لهم كل الإمكانيات باش يكونوا يعني جاهزين.